يلا هروب إذا بتقدر لشوف. أنا رايح من هون وأخده كله معي، ومنعني إذا بتقدر. أنا ماشي. على أدين وقف. أنا رايح من هون وأخدهم كلهم معي، ومنعني إذا بتقدر. سمعني؟ يا شبكة العنكبوت، فرجيني قوتك السحرية. أوف، شو رأيك تجرب تهرب؟ أز انت هربي من هون وخذ الولاد معك. لا علاء الدين، ما رح نروح محل ونتركك هون. يا عيني عالصداقة. شو بدك فيي؟ لازم تهربوا وتبعدوا من هون قبل ما يوقع المعلم. روحي وخدي كل الولاد معك. روحي يا ولاد، يلا بسرعة. يا شيطان الشياطين، يا شيطان الشياطين، خلق لي عصفي من نار هون. لا، كيف ممكن يصير هيك؟ اليوم ما حدا رح يقدر يوقفني، ولا حتى الموت. يا شيطان الشياطين، فرجيني سحرك. ناز لا ناز، ناز، شو عملتي بحالك يا ناز؟ ليه عملتي هيك؟ ليه نطيتي قدامه يا ناز؟ لقيت فرصة مناسبة حتى أعمل شي منيح لأول مرة بحياتي. كيف بدي أتركها؟ علاء الدين، نعم، تسمح لي نام بين إيديك؟ ولو لمرة واحدة بس قبل ما اموت. آه.
بشكرك يا رفيق. اليوم انت حققت لي كل اللي بحلم فيه. بشكرك. ناس ناس شو الهيئة انك نسيت العقاب مقابل العصيان والتمرد؟ ها بفتكر انت يلي نسيت العقاب. لأنك سرقت منا طفلنا البريئة. لأنك سرقتنا بعيداً أهلنا وقرايبنا. ولأنك بالقوة جبرتنا نسرق. أنا راجع لعندك يا صديقي، أنا راجع لعندك. عذرني أباد، انطرني يا صديقي. يعني هيدا هو الصبي الوحيد بالعالم يلي فيه رجال المصباح السحري. لآخر مرة رح روح أنا كمان. عذرني أباد ونتلاقى هون. بس سرق مني خنجر السحري. على قدين يكون ابن الساحرة زويا وزهير، ويلي عمله هو تصرف بديهي ومسألة طبيعية. بس لو انت ما منعتني يا جعفر لكنت هلأ، كنت هلأ تخلصت من على قدين وكنت انتهيت منه للأبد. فهم شو عم قلك؟ بكل مملكة السحر ما في ولا ساحر بيقدر يعصى أوامر الساحر جعفر. أنت بتعرف عقوبة يلي بيعصى أوامر. هلأ صار فيك تروح من وجهي، ما بقى بدي أشوفك قدامي. الوقت وحده كفيل برهن هالشي يا جعفر، بس لما لقي الفرصة المناسبة ما رح أترك على الدين يتنفس. ما رح أتركه على الدين إلي أنا وحدي. هلأ صار لازم تتحمل العقاب مقابل جريمتك يا أرهان. رح تبقى علقان بهالمغارة المعتمة بالعالم السحري لحد ما أنا أقرر. شوف هيدي الطريق بتاخدك عذرني أباد. شو بهيك؟ على قدين ما تكون خايف تواجه رفيقك والأميرة. معقول في حدا بالدنيا يزعل من شخص فعل خير مثلك؟ قدرت تحولني لشخص طيب. روح، أنا أكيد إنه الكل بضيعتك ناطرينك ترجع. روح يا رفيقي، روح. هلا قبل ما يوصل علاء الدين عذرني أباد، لازم اوصل انا قبله. بس هالمره مش على اساس قوتي السحريه ابدا. الحقيقه رح استعمل طبيعه البشر العاديين الطمعين. علاء الدين رح يوقع بفخ من صنع ايدي، وبعدين رح يبلش تعليم علاء الدين عن السحر. من خلال هالشي رح يتعلم الصبي يواجه كل مشكله ممكن توقف بيني وبينه حتى يحصل على مصباح برهمان السحر. مين؟
تفضل فوت، بترجيك تعتبر البيت بيتك. تفضل تفضل فوت. عاد قصدي تفضل اقعد. علاء الدين صار واصل عزرني أباد. وإنت كيف عرفت إنه راجع؟ لأنه أنا بكون عمه وعندي معلومات عن كل تحركاته. هيدا خبرية كتير حلوة. إنت بتحب تشرب شي؟ أنا ما بدي إلا علاء الدين، ما بقى فيه أنطر أكتر. بقيت المبلغ لما تخلص المهمة. وشو نوع هالمهمة؟ بقصد لك نحن مستعدين ننفذ كل مهمة بتطلبها منا. انت امور وبس. لما يوصل علاء الدين لعندكن لازم تاخدوه على الغابة يلي على حدود غلام اباد، وانا دغري بلاقيه هونيك اول ما شم ريحته.